جاي اليوم عند واحدة من المكاتب أطبع كتابي، والله يعني شيء متعب إني أطبع الكتاب وأصرف فلوس. أنا أفضل إنه ما أستعمل الإلكتروني، لأنه الإلكتروني متعب وما ينفع إني أشيل معي المدرسة ولا أقدر أشيل معي. لما أجي أطبعه يصير أسهل لي أحدد وأسوي اللي أبغى بيله. تكلف يعني الأبيض والأسود قالوا من 40 ل 50، والملون على حسب ذا من 100 على حسب عدد الصفحات، وفي واحد من الكتب 200. وانا ما انا بصراحه بطبع لبنتي ملون، ما ابغى احرمها، ابغى تكون زي زميلاتها، يعني على الاقل لما تفتح كتابها يكون زيها زي صاحبتها اللي جنبها، ما تكون حاسه بعجزه وتقصير. جيت المكتبه على اساس اطبع الكتب لولدي، على اساس هو بيحب يعني انه يطبع الكتب، على اساس ممكن يحدد حاجات الاشياء اللي هو يبغاها. هي كلفتني حوالي 33 ريال لمنهج واحد. افضل في المناهج الدراسيه الاوراق الالكترونيه كطباعه ملخص للكتب، حيث انها فيها فائده للطلبه وجزء بسيط منها كمفهوميه، يعني احب اوصلها لاولياء الامور. الطباعه الان اصبحت العشر الاوراق حدود الريال، يعني الان تقدر تسوي ملخص بسيط حدود 5 ريال 6 ريال، فهذا شيء يعتبر بسيط جدا. الأستاذ قال لنا أطبع عشان نفهم أكثر ونختبر زي كذا. كم كلفك طباعتك؟ 20 ريال. طباعته مصور ولا ملون ولا؟ لا مو ملون.